ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب دايما تكونوا في خير. طب اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. لو عجبتك الشنطه بتاعت النهارده ما تنسيش اللايك. النهارده هعمل معاكي شنطه في منتهى الروعه، سهله جدا 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 وبسيطه، وفي نفس الوقت شكلها حلو قوي. الشنطه دي عباره عن شنطه مربعات، هنشتغلها مع بعض بالتفصيل خطوه خطوه. الفكرة بقى ان احنا عاملين عليها ايه؟ عروسة مجسمة. يعني بصي الشنطة بتاعتها شكل عروسة بارزة حلوة قوي. والورد نفس الحكاية مجسم. الورد انا استعملت فيه الوان كتيرة، ممكن تبقى ايه بواقي خيوط عندك، اي بواقي خيوط عندك هتشتغليها. يعني شايفة هي فكرتها انها بواقي خيوط، يعني الالوان دي مش كتير، مش مستعملة خيوط كتيرة خالص يعني. تمام؟ والالوان طبعا ان انتي تحبيها، انا حبيت بس ان انا ايه يبقى في الوان زاهيه شويه. سهو الالوان بتاعه الورد تديكي شكل حلو قوي. وطبعا الشنطه دي كبيره، يعني لو مثلا ايه هتحطي فيها موبايلك وتحطي فيها حاجتك واسعه. تمام؟ ولو طفله صغيره برضو حلوه قوي. تعالي بقى نشتغل الشنطة دي خطوة بخطوة مع بعض. العروسة دي لها فيديو حطاه في صندوق الوصف، كنت اشتغلته معاكي قبل كده في الميدل. تعالي بقى نشتغل مع بعض الشنطة القمر دي. بس طيب انا استعملت ايه في شنطتي النهاردة؟ استعملت خيط كوتون جولد، اي الوان عندك او ممكن صوف، اي الوان بواقي الوان او خيوط عندك تستعملي. استعملت اللون ده والبني والاخضر الفاتح والاخضر الغامق والاورنج والاصفر والابيض، واستعملت كمان العلامه دي. والابره المناسبه للخيط كانت 2.5، والمقص في اي الوان هتبقى باقيه عندك، اي خيوط عندك هتشتغلي بيها. يلا نبتدي مع بعض ونشتغل الشنطه القمر بتاعتنا النهارده. وتعالي اول حاجه باللون ده، وهبتدي اشتغل ايه؟ هشتغل 50 غرزة سلسلة، وهعد بقى 1 2 3 كده. انا عملت 50 سلسلة، هطلع سلسلة ارتفاع وهشتغل من تاني غرزة سلسلة، هشتغل غرزة حشو. وعلى كل غرزة حشو هتقابلني هشتغل فيها ايه؟ غرزة حشو واحدة. يبقى هشتغل 50 غرزة حشو على الايه؟ 50 سلسلة. على كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. هخلص انا 50 غرزة حشو وارجع لك. كده انا خلصت 50 غرزة حشو على 50 سلسلة. هعمل ايه؟ هطلع سلسلة ارتفاع، هلف في الشغل، وبشتغل في اول غرزة بتقابلني اهي هشتغل فيها غرزة حشو. تاخدي بالك من اول غرزة في السطر واخر غرزة في السطر عشان شغل بتاعك يطلع ايه؟ مستقيم مظبوط. خلاص؟ طيب هشتغل بقى على كل غرزة حشو هتقابلني غرزة حشو واحدة. خليني برضو اخلص السطر ده في كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة، ووريكي اطلع السطر اللي بعده ازاي عشان احافظ على 50 غرزة حشو وفي نفس الوقت يديني الشكل ايه؟ المستقيم، مفيش اعوجاج. تمام؟ هخلص السطر وارجع لك. خلصت السطر اهو، بعمل ايه؟ في كل سطر هتعملي كده، بطلع سلسلة ارتفاع، بلف الشغل، وفي نفس الغرزة الأولانية اهي هشتغل فيها غرزة حشو. كل سطر بعمل نفس الحكاية، بطلع بسلسلة ارتفاع وفي نفس الغرزة بشتغل غرزة حشو. كده يديك ايه؟ شغلك مظبوط. هخلص انا بقى هشتغل 12 دور ثبات على 50 غرزة حشو وارجع لك. كده انا خلصت سطور الثبات. طيب هعمل هنا ايه؟ هعمل بس ايه؟ سلسلة، هقص الخيط، وكده تبقى ايه؟
دي النهايه. طيب البدايه هاجي هعلمها كده بعلامه عشان ابقى عارفه ايه بدايه السطر. احط بس علامه كده في الجنب اهو. طيب تعالي بقى من هنا وهغير للون جديد. انا حابه اغير للون ده، اي لون تحبيه غيري لي. هاجي هنا. طيب هعمل هنا ايه الاول؟ اعمل بس هنا غرزة عودة بداية كده واطلع كده بيها، وهاجي من مكان ما خلصت الجنب ده وهاجي هطلع بالغرزة دي، وهاجي هنا بقى هشتغل في كل غرزة، هطلع بس سلسلة ارتفاع واحدة في كل غرزة، هشتغل غرزة حشو واحدة في كل مكان. هنا بقى انا طلعت بدي، هاجي كمان واحدة وهاجي هنا على كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة. تاخدي بالك اهي الغرزة اهي، لغاية ما اوصل لهنا. وجيت كده للركنة الاولانية، هشتغل فيها اتنين غرزة حشو، يبقى كل ركنة بشتغل فيها ايه؟ اتنين غرزة حشو. طيب دي كده اول ركنة، هبتدي بقى اشتغل غرز حشو على كل غرزة غرزة حشو. خليني اشتغل السطر كله غرز حشو، وعلى الطرف هرجع لك عشان اوريكي انا هشتغل ازاي في الركنة. كده خلصت السطر اهو، وجيت للركنة اللي بعدها اهي، هشتغل فيها اتنين غرزة حشو مع بعض. ليه؟ عشان تلف معاكي. ما انت لو اشتغلت غرزة واحدة هتلاقيها مشدودة، فخدي بالك ان انت لما تيجي تشتغلي اي حاجة فيها ركنة عشان تدي وسع لنفسك، فتشتغلي فيها ايه؟ غرزتين تاني حشو مع بعض. تعالي اكمل بقى على كل غرزة بقى بعد كده، على بداية السطر اهو كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة، لغاية ما اجي للعلامة اللي انا علمتها وهشتغل غرز حشو. كده انا خلصت اهو. طب تعالى اقولك دي كان طولها قد ايه وعرضها قد ايه، علشان لو انت بتشتغلي بخيط مختلف عن خيطي تبقى عارفة طول ان انا اشتغلته والعرض. انا كده اشتغلت اهي 18 عرضها. طيب طولها كان كام سنتي؟ كان حوالي 5 سنتي. طيب خلصت اهو. تعالي هنا بقى جيت للعلامة، هشيلها وهشتغل مكانها 2 غرزة حشو مع بعض. طيب بداية بقى من هنا هبتدي اشتغل على الحلقة الخلفية، وغرز الحشو بتاعتي بس على الحلقة الايه؟ الخلفية، على كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس على الحلقة الخلفية، عشان كده احنا معلمين بداية السطر ده، يبقى على كل غرزة وغرزة حشو. هخلص السطر على الحلقة الخلفية. بس عايزاكي بقى قبل ما هتشتغلي هتعلمي لي بداية السطر اللي احنا اشتغلنا عليه الحلقة الايه؟ الامامية، عشان من هنا بنبتدي سطر جديد. تمام، نكمل بقى شغلنا عادي اهو. هاجي هنا هقفل بقى السطر، ان انا هطلع على طول وهشتغل غرز حشو وبرضو على الحلقة الايه؟ الخلفية. تمام، يبقى اهو هبتدي السطر الجديد وهشتغل على الحلقة الخلفية، كل غرزة على غرزة حشو واحدة. انا بس كنت محتاجة ان انا اعلم بداية السطر اللي انا اشتغلته على الحلقة الخلفية. تمام كده. طيب ابتدي بقى اشتغل على كل غرزة وغرزة حشو واحدة، مفيش حاجة بقى جنوب ولا مش جنوب، لا خلاص انا كده هشتغل على الحلقة الخلفية غرز الحشو بتاعتي اللي هو من مضاعفات العدد 4،
اي حاجه تقبل القسمه على 4 حسب سمك الخيط اللي عندك. تمام، هخلص انا بقى كده غرزي كلها اهو. عايزه اوريكي بس انا لما هاجي للجنب هعمل ايه. هشتغل عادي خالص، مفيش اي زياده، كل غرزه غرزه حشو واحده اهو، حتى الجنب حتى الجنب. تمام كده، يبقى هشتغل على كل غرزة غرزة حشو واحدة على الحلقة الخلفية. كده انا خلصت على كل غرزة غرزة حشو بس على الحلقة الايه الخلفية. تعالي هنا جيت لي العلامة اللي انا معلماها، وهاجي اشيلها وهدخل هعمل غرزة منزلقة، وكده هيبقى بداية سطر جديد. طيب بداية السطر ده هتبقى ايه بقى؟ هعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وابتدي اشتغل على كل غرزه غرزه عمود. خدي بالك، شايفه ال3 سلاسل دول طالعين منين؟ مش هشتغل هنا، بنشتغل هنا بس لما نكون في غرزه الحشو، لكن شايفه دول كانهم عمود وطالع من ايه؟ من غرزه، فما اشتغلش هنا، لا بشتغل من هنا. تمام اهي، يعني انت مثلا في غرز الحشو اما بنيجي نطلع مثلا سلسله فبنشتغل في اول غرزه بتقابلني طالع منها، لكن دي كانها غرزه ايه؟ عمود. فهاجي هشتغل بقى هنا على كل غرزة حشو وغرزة ايه؟ عمود بلفة. انا بس كنت محتاجة اشرح لك الحتة دي، وهقعد اشتغل على كل غرزة عمود بلفة كل سطر كده، وهلف لف لف طبعا من غير اي زيادة ولا حاجة لغاية ما اوصل لهنا وارجع لك. كده انا خلصت العواميد كلها على كل غرزة حشو وغرزة عمود واحد. طيب انا جيت لل3 سلاسل اهي، هعمل فيها ايه؟ هاجي على اول سلسله من فوق، يعني دول 3، 1 2 3، اول واحده من فوق، وهاجي هعمل فيها غرزه ايه؟ منزلقه. قفلت السطر، هطلع ب3 سلاسل، 1 2 3. انا قلت لك ان اول غرزه دي تبقى ايه؟ كانها عمود، يبقى هشتغل هنا كمان عمود، يبقى كده كأن احنا اشتغلنا ايه؟ عمودين، وبعدين سلسلتين، وهسيب من تحت سلسلتين عمودين يعني غرزتين، 1 2، وهشتغل عمودين، 1 على كل عمود عمود، 1 2، وبعدين سلسلتين، 1 2، وهسيب غرزتين، 1 2، وهشتغل هنا عمودين، 1 2، وسلسلتين، 1 2، هسيب غرزتين وهشتغل عمودين. اقعد اشتغل كده هنا ايه، اتاكد بس، تمام، اقعد اشتغل كده لغايه ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه. بس انا هغير الالوان كل كام سطر، هغير ايه لون جديد. حابة تشتغلي كله بلون واحد براحتك، بس انا حابة ان انا في كل دور كل يعني كده هغير الوان. بس انا هخلص السطر ده كده وارجع لك عشان اوريكي انا في كل سطر بعمل ايه. خدي بالك، انا هبتدي اكرر السطر ده والسطر ده، هي الغرزة كلها تبقى عبارة عن سطرين، سطر عواميد وسطر مربعات بعمودين. هخلص السطر ده وهوريكي انا هعمل ايه. تمام اهو، يبقى سلسلتين وعمودين. هخلص السطر ده كده كله كده وارجع لك. انا كده خلصت اهو، وصلت للايه؟ لل3 سلاسل اللي انا كنت عاملاهم الاول، اللي هم قلت لك زي ايه بمثابه عمود، 1 2 3. هاجي هنا وهعمل غرزه منزلقه. بصي بقى، فكرة ان انت عاملة مضاعفات العدد 4، فهتلاقي شغلك مظبوط ازاي. كده مربع فاضي عمودين، مربع فاضي عمودين، وهكذا، ان شغلك ايه مظبوط. طب خلاص كده، طيب هعمل ايه السطر ده بقى؟ هعمل 3 سلاسل ارتفاع، وهبتدي اشتغل هنا بقى في كل غرزة عمود، زي هبقى اعمل بقى ايه تكرار من اول ايه السطر اللي تحت. هشتغل كده تكرار السطر تحت، يعني سطر عواميد وسطر مربعات، سطر عواميد وسطر مربعات، وهكذا. خلينا اوريكي هشتغل العواميد ازاي.
كده انا قلت لك اهو كده مثابة عمود، هاجي هنا عمود، هنا كان في سلسلتين يبقى هشتغل ايه؟ عمودين، عمود اتنين على عمودين، عمود عمود في الفراغ عمودين، وهكذا هقعد اشتغل السطر كله كده. انا بقى هنا ببتدي هنا اكرر الايه السطرين دول، يعني هعمل سطر عواميد وسطر مربعات، سطر عواميد وسطر مربعات. الالوان بقى اللي تحبيها، حابه تبدعي في الالوان براحتك. انا هختار الوان، يعني انا الاول بس ايه كنت عايزه اعمل الاخضر، بعد كده هختار بقى الوان تانية. تمام، هخلص انا بقى التكرار للونين للسطرين دول طول ما انا شغاله، وهاجي هوصل للمقاس اللي انا ايه هقف عنده. كده انا خلصت الطول اللي انا عاوزاه. طيب هاجي بقى هنا هعمل ايه؟ انا هنا سطر مربعات، هاجي زي ما بقفل كل سطر بمنزلقه، انا عايزه اوريكي بس انا كنت بعمل ايه. سلسلتين اهو، وبقفل بمنزلقه. السطر ده بقى هعمله عواميد. طيب بس هشتغله ازاي؟ هطلع ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهشتغل بقى العواميد فين؟ على الحلقة الخلفية. انا كل اللي هعمله هشتغل عواميد، ما هو انا بشتغل سطر مربعات وسطر عواميد. السطر العواميد ده الاخراني هشتغله على الحلقة الخلفية، مش هعمل بس غير ان انا اشتغل على الحلقة الخلفية، وده كده هيبقى اخر سطر بالنسبة لي. فوق كل غرزة سواء بقى كانت سلسلة او عمود هشتغل عمود، بس فين؟ على الحلقة الخلفية. تاخدي بالك؟ يعني انا مثلا تحت كنت بشتغل جوه المربع، لا انا هنا بس هشتغل فوق كل غرزة على الحلقة الخلفية. تمام، اخلص بقى انا السطر كده وارجع. انا كده خلصت الطول اللي انا عايزاه. طيب تعالى اقول لك بقى انا اشتغلت قد ايه. اشتغلت من عند القاعده كده اهو لغايه فوق 18 سنتي. حابه تغيري الالوان براحتك، حابه تطوليها برضو براحتك. كده انا خلصت السطر، هقفل بغرزه منزلقه، بطلع سلسله ارتفاع، وهاجي هدخل ما بين الحلقتين، هعمل كأني بعمل غرزة حشو بس هطولها شوية، وهلف في الخيط على الإبرة وهطلع منه كمان مرة. أنا معايا اهو الحلقة دي على الإبرة، بدخل تحت السلسلتين وكأني بشتغل غرزة حشو، بسحب الخيط بس هطولها شوية وهلف على الإبرة وهسحب الخيط. كمان مرة بدخل اهو، هسحب الخيط وهطوله شوية وهلف الخيط وهسحب. كده انا خلصت السطر كله اهو. تعالي بقى هاجي لاول غرزه الارتفاع اللي انا كنت عاملاها، وهاجي هدخل فيها وهعمل غرزه بس ايه منزلقه، وهقفل خلاص كده. هنضف بس الخيط ده كده على قد ما اقدر. كده خلصتها اهو، تعالي بقى كده نسيبها على جنب ونشوف هنشتغل ايه تاني. وتعالي نعمل ايد الشنطة، بس هعملها بحبل اللاسيه الروماني تخين شوية. تعالي بقى نتعلمه. فهعمل ثلاث سلاسل، واحد اتنين
ثلاثة حاولي توسعي من تاني غرزة سلسلة اشتغل فيها، هدخل وهسحب خيط، بقى معايا حلقتين على الابرة. اللي بعدها هدخل وهسحب خيط، بقى معايا 3 حلقات على الابرة. هسحب مرة واحدة من خلال التلاتة، تمام، بقى معايا حلقة واحدة. هاخد لفة وهاجي لأول غرزة سلسلة اشتغلت فيها اهي، هاجي هاخد حلقة منها، والآخر غرزة سلسلة اشتغلت فيها هاخد حلقة منها، بقى معايا 4 حلقات. عدي الخيط من خلال الحلقتين الأولين، أول حلقتين هروح أسحب وهعدي الخيط من خلال الحلقتين، بقى معايا 3 حلقات هسحبهم مرة واحدة. شايفة أنا مرخية إيدي خالص إزاي؟ هروح أجيب لفة وهاجي للجنب، شايفة في الجنب حلقتين أهم، دي واحدة ودي التانية، هاجي هدخل وهسحب الخيط من خلال حلقتين. ركزي على ايدي، بقى معايا 3 حلقات هروح اجيب الخيط واعدي منه مرة واحدة، هاخد لفة وهاجي للجنب هلاقي في حلقتين اهم، هروح اجيب الخيط واعدي من خلال الاتنين، بقى معايا 3 حلقات هسحب من خلال التلاتة، هجيب لف تعالي هنا بقى نقص الخيط، بس هطول شويه. نجيب ايه ندخله في الشنطه، هعمل ايه في الشنطه كده اهي، هيجي اقوم تنيها كده من الجنب، شايفه ده الجنب اهو، قوم تنياها كده لجوه، بس خدي بالك ان المسافة دي هتبقى قد دي بالظبط، وهاجي هدخل
دي الفكرة بقى، ان انت ممكن تفتحيها كده تبقى الدنيا ايه واسعة معاكي. هتضميها كده من الجنب التاني، تمام. تعالي بقى نسيبها كده على جنب، احنا كده خلصنا الشنطة خالص. تعالي بقى نشوف هنعمل شغلنا التاني ازاي. وتعالي اشتغل معاكي الورد القمر ده. طيب اول حاجة هجيب اللون البني واعمل دايرة سحرية واشتغل جواها 6 ورص حشو، ما بحسبش عقدة البداية، واعد 6 ورص حشو. 1 2 هيجي على اول غرزة وهقفل غرزة منزلقة واطلع السلسلة كده، بس ايه تأمين كده، اقص الخيط تمام كده اللون البني. تعالي بقى باللون الاصفر ده، وهيجي هدخل كده واخد معاه خيط وهدخل، بس خليكي بقى بره في اللون الاصفر ده كده، وهتعملي ايه السلسله واحده بس، وهنسحب من البني. طيب عايزه اوريكي حاجه او اقولك على حاجه مهمه، انا هشتغل 6 بتلات على ال6 غرز حشو عشان تاخدي بالك. طيب اول حاجه هطلع 3 سلاسل، 1 2 3، وفي نفس المكان نفس المكان هشتغل، بصي بقى هشتغل 5 مرات. انا معايا لفه اهو، هدخل وهجيب الخيط وهطلع لفه، بس شايفه انا مطولها ازاي، وهخليها على الابره. هاجي اخد لفه وهدخل من خلال نفس الفتحة كده 2 مرات، كده 3 4 5 مرات، تمام. وهاجي وحب الإبرة كده لأبعد حاجة، وهاجي هدخل من خلالهم 1 مرة، وهاجي هعمل سلسلة وهطلع 1 2 3. شايفة في الفراغ ده هتعملي غرزة منزلقة، بعدين تيجي 3 سلاسل 1 2 3، وفي نفس المكان اللي انتي طلعة منه نفس الغرزة اهي، وهاجي هعمل غرزة منزلقة تمام. هاجي اللي بعده دي اول بتلة، بعدين 1 2 3 هدخل في غرزة الحشو، بصي اللي بعدها على طول عشان انتي عندك 6 بس، تاخدي بالك من كل غرزة بالنسبة لك. اهي اللي بعدها اهي، هاجي هعمل 5 لفات 1 2 3، شايفة انا بطول ايدي ازاي، 4 5 بشد بالابرة، وهاجي هدخل 1 بعدين اعمل 3 سلاسل 1 2 3، شايفة في الفراغ ده اعمل غرزة البيكو، بعدين 3 سلاسل 1 2 3، وفي نفس الغرزة اللي انا شغالة فيها هعمل غرزة منزلقة، وكرر نفس الحكاية 3 سلاسل 1 2 3، الغرزة اللي بعدها على طول وهعمل 5 لفات 1. خلاص كده باجي بقى اول غرزة انا عملتها، وهاجي هعمل غرزة ايه
منزلق. هقص الخيط وانضفه، وزي ما انت شايفه 1 2 3 4 5 6 بتلات. تمام، تعالي نعمل مع بعض ورده كمان. هعمل معاكي الشكل ده، بس هعمل لون بقى مختلف. هعمل دايره سحريه جواها 6 ورز حشو. تعالي هنا بقى هعمل عقدة البداية بره، هدخل سلسلتين وهيجي بنفس المكان، هعمل عمود سلسلة في نفس المكان غرزة حشو، سلسلة وفي نفس المكان عمود، سلسلتين وفي نفس المكان اعمل غرزة حشو، هطلع سلسلتين اللي بعدها بقى غرزة اللي بعدها اهي. انا هعمل 6 بتلات، يعني كده في كل واحدة هعمل عمود سلسلة في نفس الغرزة اللي طلعت منها، بعمل غرزة حشو بعدين سلسلة في نفس المكان غرزة عمود بعدين سلسلتين في نفس المكان غرزة حشو، واشتغل 6 مرات. خلصت 6 بتلات اهم. هاجي الاول غرزة اشتغلت فيها وباجي اعمل غرزة ايه منزلقة، قص الخيط بتاع. نعمل الوردة الصغننة دي في دايرة سحرية، هطلع بسلسلتين، كل شغلة هيبقى جوه الدايرة دي، هشتغل عمود وبعدين سلسلتين وهنزل جوه الدايرة وهعمل غرزة حشو، سلسلتين عمود سلسلتين جوه الدايرة وغرزة حشو، هكررها 5 مرات. عملت كده 5 بتلات، 1 2 3 4 5. شلت بقى الدايرة في القوي ويجي جواها وهعمل غرزة منزلقة، وتعالي نعمل ورق الشجر. هعمل 15 سلسلة،
وهاجي من تاني سلسلة واشتغل غرزة حشو الغرزة اللي بعدها هعمل نص عمود وبعدين 3 عواميد بلف كده، اول عمود تاني عمود تالت عمود بلف. وبعدين الغرزة اللي بعدها هعمل نص عمود وبعدين 3 غرز حشو في نفس الغرزة، 1 2 والتالتة وانا بروح الجهة التانية، وابتدي اشتغل بقى على السلاسل من الجهة الايه المقابلة. طب اول حاجة هعمل فيها غرزة نص عمود وبعدين 3 عواميد كده، اول عمود تاني عمود تالت عمود بعدين نص عمود غرزة حشو، اخر حاجة هعمل ايه غرزة منزلقة فوق خالص اهو منزلقة، بعدين اطلع سلسلة وادخل في النص هنا هعمل على كل في النص كده على كل غرزة كده في النص هعمل منزلقة لغاية ما ارجع لتحت، منزلقة وبعدين هطلع ب15 سلسلة، 1 2 وتعالي بقى نحط ايه حاجتنا على الشنطة. طيب اول حاجة هحط العروسة دي، انا عملتها بالفيديو اللي قبل كده اللي هو كانت ميدالية الايه المفاتيح بتاعت العروسة، هحط لك لينك الميدالية او لينك العروسة دي في صندوق الوصف، هاجي هحطها هنا. انا عملت لها شنطة، طب الشنطة دي كانت عبارة عن 6 سلاسل وطلعت ب5 عواميد وفي الاخر عمودين ومن هنا عمودين وبعدين طلعت ثبات سطرين وفي الاخر غرز حشو وعملت 15 سلسلة من هنا و15 سلسلة من هنا. انا شبكت الكم ده، هدخل بقى الايه الشنطة كده وهاجي هلزق بقى هنا الطاقية دي كده على الجنب وهلزق الايه الكم عشان ما يتحركش. باجي هلزق الطاقية في الجنب هنا وتعالي نحط بقى ايه العروسة هنا، حابة تلزقيها او تخيطيها براحتك. حطيت العروسة، تعالي بقى نحط الايه الفرع الاخضر، حابة تخيطيه برضو او تلزقيه، يجي مثلا من هنا، خدي بالك ان له اتجاه
عشان ايه؟ له وش وله ظهر. ده الوش اهو اللي احنا كنا عاملين فيه ايه غرزة المنزلقة دي كده. حطت فرع الشجر. تعالي بقى نوزع الايه الورد. شوفي انت حابه تحطي ازاي. انا مثلا حابه ان انا احط كده كده، يبقى حسب ايه ذوقك انت. هيجي احط دي كده ودي كده هنا، ممكن احط دي كده كده. انا حطيت الورد بالطريقة اللي تعجبك وبالالوان برضو اللي تحبيها. انا عايزة اقولك ان الشنطة واسعة من جوة قوي، يعني تاخد حاجات كتيرة جدا واسعة. بصي هي بتوسع من الجنوب، نشدها. اتمنى الشنطة القمر دي بالعروسة البارزة ومجسمة، والورد المجسم ده تكون عجبتك والفكرة تكون سهلة. وأشوفك فيديو جديد إن شاء الله.